بندورة بتقدم كونسرت روك لبناني لفرقة مين؟ أكتر من 6 موسيقية، 8 بافلات، 12 ميكرو، 16 وتر جيتار، 88 كبسة كانو، 300 مقعد ومطوع على المسرح بقوة 145 حصان. مين؟ سبت 30 أيار الساعة 8:30 على مسرح دوار الشمس الطيونة. مشاهدينا، في فرقة موسيقية بلبنان عم تعمل ضجة، مش ضجة موسيقية، قصدي ضجة إعلامية وجماهيرية. مين هي هالفرقة؟ مين هي هالفرقة؟ يعني اسمها مين؟ هلا أنتوا اسمكم فؤاد وطوني يمين، صح؟ ومن هيك كان اسم الفرقة مين؟ جزء من القصة إنه يمين مين؟ اليوم في جزء إنه الاسم بينحفظ دغري، وبعدين إذا أنت عم تسألي لمين هالغنية بتكون سميت اسم الفرقة أو مين رايحين تحضروا؟ لاعبين ذكية. فإجمالا بتسألونا لمين هالغنية بنقلهم صح. مين إجت الفكرة الأساسية للفرقة؟ بلشت إنه عم نعمل شيء بنحبه، عم نعمل شيء بيشبهنا، لأنه الموسيقى اللي بنسمعها ما نحسها كثير بتمثلنا أو بتشبهنا، يعني نحس الموسيقى الغربية بتشبهنا أكثر. بقى يطلع طلع معنا أغاني، مش إنه فكرنا إنه تعال نعمل أغاني روك باللبنان، لا، صاروا يطلعوا الأغاني لحالهم. وصف بس في ريبرتوار كبير، قررنا نعمل كونسرت ونطلق الفرقة وهيك صارت. ايه شو بدك؟ خبرنا عن الكلام. لكن احنا الكلام اللي بنكتبه اول شيء يعني بنجرب قد ما فينا نستعمل اللغة المحكية. نحن الاغاني اجمالا اللي بنكتبها انا وتوني بتكون يمكن دائما عن مواضيع قريبة من مجتمعنا وقريبة من حياتنا، يعني مش بس يمكن بنحكي عن موضوع، انه اكثر موضوع يمكن بتشوفوا الاغاني بيكون موضوع له علاقة بالحب يمكن، او عرفت اغلبية الاغاني. اهم شيء هو الاغاني بيشبهونا. يعني عم اقول لك انا اذا بسمع هيك غنية على الراديو لو مش نحن كاتبينها كنت بقول اف منين هول جديدة، خي انا هيدا الشيء بيشبهني، يعني بعمل ايدنتيفيكاسيون معه. نعم. هيدا اهم نقطة. هل لك ان تفسر لنا يعني الروك معروف انه صاخب وفي موسيقى عالية جدا، نحن طبعا رح نسمع بعد قليل من اغانيكم، لكن تفسر لنا كيف يمكن ان تصل الكلمة من خلال هذه الالحان الصاخبة الروك؟ هو إذا تاريخيا بنطلع على تاريخ موسيقى الروك، دائما الروك كانت تحمل معها معاني، يعني مثلا بالستينات لعبت دور كتير مهم بتوقيف الحرب بالفيتنام بأمريكا. لكن نحن بالنهاية لأغاني عايشين بهذا المجتمع، عايشين بهذا البلد، ومتأثرين بالمجتمع اللي حوالينا، فأغانينا نابعة من هالمحل. مش كل الأغاني قايلين إنه هيدي أغنية إجبارية تحمل معها موضوع و تكون هاتفة لا، حسنا أغاني بهدف إنه غنية عن السلة بس للترفيه، واللي هو الفن فيه يكون ترفيه، هو فن ترفيه مش يعني. عطولة نكون في رسالة وأكيد يعني في عندك أغاني كتير تقيلة، في عندك أغاني لا أنا عم شوي هلا بكل أغاني، حتى الأغاني اللي بتقريها بتحس كلماتها أنه هي غنية كتير ترفيهية، بيكون في محل مثل مثلا بطر. شو يعني مثل مثلا نشيد البندورة، ما أنا بدي صار ساعتين عم ببرم ودور لنحكي عن نشيد البندورة، هي غنية المفضلة. أنه شو بتحبوا تاكلوا بندورة؟ شو نحكي فيها؟ قلنا شوي فينا نشوف سيد السادات يشوفوا المشاهدين كمان الصورة على الغلافة هي البندورة، صح؟ شو موضوع الغنية؟ موضوع الغنية هي بالحالي كلمات هيك شملة منها، بتقول بندورة سلاحك بإيدك صار، اللي هي عم تدعي العالم انه ما يزقفوا على كل شيء، يعني بس يصلن شيء مش دغري يستهلكوه، يوقفوا شوي ويطلعوا عليه لهيدا الشيء عم يستهلكوه ويشوفوا هن شو عم يستهلكوا، عم بحكي كموسيقى، ومش غلط انه يمسكوا بندوره ويشبهوها على العمل اذا كان بيستاهل. نحن ولا مره بنكتب بنقول بدنا نضحك العالم، يعني بتطلع معك نحن جمله انه اوكي هي شغله بتضحك حتى. صح، لا نحن مش انه نكتب تهدف انه نضحك العالم، اكيد حلو انه يضحك العالم، بس بسبب انه نحن هيك بنكتب. في عالم كثير باكد لك في كثير عالم ما بيضحكوا، في كثير عالم كثير بيضحكوا، يعني مش هيك ما عندنا الهدف براس انه تنضحك العالم، نحن رح نعمل هيك، لا نحن بنعمل هيك في عالم رح تضحك وعالم يمكن ما تضحك. فؤاد وانت بتكتبوا الاغاني كيف؟ طبعا. يعني بتقعدوا سوا بنقول يلا هلا بدنا نكتب ولا كيف بتصير؟ كيف بتصير؟ ايام فؤاد بيكون جاي معه فكره غنيه او غنيه خاصه بدي اسمع هالغنيه، ايام انا بوصل معي فكره غنيه او غنيه خاصه بدي هالغنيه، وايام نقعد سوا نكتب سوا. هلا شو ما كانت كيف ما كانت الفورميول دائما بيكون في انبوت من شخص على الثاني، يعني اذا انا عندي فكره او فؤاد عنده فكره دائما مجرد ما وجدت الفكره وقعدنا مع بعض بتبلش تتركب لحالها، حدا يزيد حجر من هون حجر من هون، لاخر شيء بتخلص غنيه ما بتعرف مين عامل شو.
فؤاد، هذا العمل اللي راح بتقدمونها السبت على مسرح دوار شمس راح ينتج كسيدي بعدين ويطلق بالأسواق، مزبوط؟ هذا السيدي الأول بيكون لألكن؟ نحن دجا عنا سيدي بندورة اللي هو مش بس لأنه اللي هو من إنتاجنا، وفي نشيد البندورة اللي في عدة أغاني. كان في مؤخرا سيدي أنتجوه نهار الشباب كرمال وقت احتفال جبران توين، طلب منا أنه نعمل وقديته وقتها، مزبوط، ادينا صح. وهذا إذا بدك أول سيدي بس أغنين على قلنا مين على الحل، نسميه بكرة مين على الحل. كان المفترض يكون حفلة موسيقية عادية تقليدية، اتضح انه مهرجان موسيقي دمج جميع وسائل الفن من الرقص، الغناء، العزف، العروض البصرية والبهلوانية، مع فرقة مين المؤلفة من الاخوين المتعددين المواهب فؤاد وتونيا مين. اغاني روك على الطريقة اللبنانية تقدمها مين، فرقة أسسها الأخوان فؤاد وتوني يمين، تتعاطى بشكل مختلف مع اللحن كما مع الكلمة. من أصعب الأشياء أنك تعمل شيء يكون من برا هين وبسيط والمعاني تكون جواته، مش تجي تتفلسف على العالم. يعني حلو كل العالم يفهمه، كل واحد عقد ما هو بحب يفهمه، عقد ما هو عنده إذا بدك قابلية بيفهم. مشان هيك نحن دائما عنا الفكرة انه نحن بدنا نوصل كل شيء بطريقة ساركاستيك او بطريقة مضحكة، يمكن بعتقد بتوصل اكتر. اليوم الأغاني اللي حنغنيهم اللي حيكون فيه 7 أغاني ولا مرة مغنيين قبل، واللي حيكون فيه أغاني الناس تعرفهم وبيطلبوهم دائما منا. فرقة مين بتقدم روك لبناني وبتتناول مواضيع اجتماعية من حياتنا اليومية من خلال أغانيهم اللي من كتابهم وتأليفهم. الاجتماعي، الغنى والفقر وما بينهما، حاول الأخوان يمين ومين تجسيدهما في أكثر من أغنية. تخلل حفل مين فواصل مبتكرة من حركات الخفة والإيماء إلى حضور البيتزا إلى المسرح في إطار خدمة التوصيل المجاني. عرض جميل واعد لفرقة مين يبشر بمستقبل للروك اللبناني. لصباح الخير يا عرب، ميرنا سركيس، بيروت. أغاني اجتماعية ساخرة مضحكة مطعمة بالشعر والإيقاع، ضمنت كلماتها بعد إخراجي، حول الأغنية بذهن المشاهد إلى مشهد مسرحي حي. مسرح دوار الشمس بمنطقة الطيونة اجتمع حشد كبير من الشباب حول مهرجان موسيقي مليء بالمفاجآت السمعية والبصرية.